بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا عند حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وذكرنا الرواية الثانية عن الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: حجبت. وقلنا الفرق بين حفت وحجبت، من يتذكر شو الفرق بين حفت وحجبت؟ قلنا المكاره أي ما تكرهه من؟ النفس. وأعطينا مثال على ذلك، ماذا؟ القيام إلى صلاة الفجر، تكره النفس ذلك. فالجنة لكي تدخلها لابد أن تخالفها ولو كرهت ذلك. طيب شو حف؟ هذه حفت، حجبت، إنه أنت لتدخل الجنة حفت بدك تخالف وتفعل هذه الأمور التي تكرهها النفس عادة، حتى ترقى إلى النفس المطمئنة عند ذلك، وعندها بإذن الله تصبح هذه النفس تحثك على الطاعة، بعكس أن النفس الأمارة بالسوء التي تحث على المعصية. وذكرنا النفس التي تكون بالوسط اللوامة، إذا فعلت المعصية ماذا؟ تلومك هذه النفس ثم تستغفر. طيب حجبت، حجبت من الحجاب، لابد أن تكسر هذا الحجاب لكي تدخل ماذا؟ الجنة. وبالنار إذا كسرت حجاب المعاصي والشهوات سوف تدخل وين؟ النار. في فرق، قلنا إذا الإنسان راح كسر هذا الحجاب ووقع بالمعاصي والشهوات بده يفوت على النار. طيب حجبت الجنة بالشهوات، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. يجي هذا الإنسان استطاع أن يكسر هذا الحجاب، حجاب المكاره، فتدخل بإذن الله الجنة. قدرت تتغلب على نفسك، تكسر هذا كما قال الثليج الذي يمنعك من فعل هذه الطاعة، تتغلب على هذه النفس فتدخل الجنة بإذن الله. قال: وأما من يتجرأ والعياذ بالله على الله ويقع في المعاصي وفي الشهوات فيكسر هذا الحجاب، هذا يؤدي به إلى النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك ذكرنا، قال: فهتك الحجاب، أي حجاب الجنة، باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. شو المكاره؟ قال: يدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان، أمور كثيرة تقوم بها نفسك. تلاقى تعبت، تجدك تصدق لك بينقص المصاري، إذا توصل الرحم نفس تقول لك: والله فلان ما زارك ما تزوره، نفس تكره ذلك أو تخالفها، فتدخل الجنة بإذن الله. قال: وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، قال: فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة، كل ذلك، نظر إلى النساء، مصافحة النساء، مصافحة، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن مخيط، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد. مثل شو؟ مقص حديد، إبري، تخيل أنت إبري هلا ما بتتخمل. قال: خير وأهون من أن تمس ماذا؟ امرأة لا تحل لك. البعض بيجي بيقول: طب يا شيخ الشغل والعمل وبدنا نعيش، وبعدين بياخذوا عنا فكرة سيئة. على العكس، يحترمك الآخر عندما يراك ملتزما بدينك، ويعلم، بين له أنت، إن لم يعلم بين له الحكمة أن في ذلك تكريم لها، هذه الإمرأة التي ربما مدت يدها لتسلم عليك، يمكن تخجل، يمكن تزعل. وإلا إذا أنت بدك ترضي العبد،
قال لن يرضى عليك عنك من رب العباد سبحانه وتعالى. لا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية من؟ الخالق. ولا تبرير للمعصية، ما يجي الإنسان يبرر ماذا للمعصية. من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه فيما بعد. قال ومن طلب رضا الناس، كرمال ما تزعل فلانة أو ما تخجل، قال تطلب رضاها. من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله، الله عز وجل يسخط على هذا العبد. قال وفيما بعد هذا العبد بده يسخط عليك، لن يبقى راضيا عنك. والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك، أي من الملهيات المحرمة، بيجي إنسان والعياذ بالله يذهب إلى أماكن القمار، يروح لك على الكازينو وعلى الملهى الليلي والخمر والنساء والرقص وأمور محرمة تجر بعضها بعضا، يبدأ بمصاحبة بعد ذلك إلى شرب الخمر إلى طاعات المخدرات، كله من رفاق ماذا؟ السوء، بجروا إلى الحرام. طب كيف الإنسان بده ينتبه ويمنع هذه النفس عن الحرام؟ قال لابد أن يكون لديه مقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. كنا نتكلم بعد المغرب من يومين، نجاء رجل ما بعرف إذا ذكرناها الثلاثاء عند شيخ، وقال له أنا عم بنظر إلى النساء ماذا أفعل حتى لا أنظر. هنا حجم الحدين الثلاثة لما كانت كان بالثلج يمكن، فقال له خذ هذا الكوب من الحليب وتليه يعني عشف. قال له بدي يمشي معك واحد، إذا بيوقع منك شيء من الكوب بده يضربك حد الناس. قال له طب لما جاوبتني؟ قال له خي افعل ذلك بعدين بجي بجاوبك على السؤال اللي انت سألت. فحمل هذا الكوب صار يمشي إلى أن وصل إلى المكان ماذا؟ المقصود، بدون ما يوقع من هذا الكوب أي شيء. فرجع قال له فعلت يعني المهمة، شو بدنا نعمل هلأ؟ كرمال السؤال اسألني إنه كيف أمنع نفسي عن النظر إلى النساء؟ قال له أعطيتك الجواب. قال له كيف؟ قال له أنت ما فعلت، ماذا فعلت حتى وصل هذا الكوب بدون ما يوقع؟ شو فعل يا صقر؟ حاج محمد عيتاني شو قال لك؟ ركز على شو؟ على النظر إلى الكوب لكي لا يقع، ولم ينظر يمينا ولا يسارا. قال له طب ليه فعلت ذلك؟ قال له خفت إن وقع مني شيء أن أضرب أمام الناس فأهان. قال له هذا هو الجواب. قال له إذا أنت في الدنيا تخجل وتخاف أن تفضح أمام الناس وإن جزء من الناس إنه تضرب، فكيف يوم القيامة؟ كيف يوم القيامة فلان أمام الخلق يفعل مثلا ينظر إلى النساء، يصافح النساء، يأكل الربا، يزني، يشرب الخمر، أي معصية إن هنا يقاس عليها، ألا تخاف أن تفضح بمعصية كذا بغض النظر ما هي لتعم الفائدة؟ حتى واحد ما يفكر أنه بس للنساء، النظر للنساء، أي معصية تفضح أمام الناس أمام الأمم والخلائق منذ سيدنا آدم إلى يوم القيامة، أن فلانا أو أن فلانة قد فعلت كذا وكذا، يفضح. طبعا إن تبنا إلى الله وإن ندمنا وإن رجعنا إلى الله يتاب علينا بإذن الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويسترنا الله، لا نفضح بإذن الله. بس بشرط شو يا سوبرا؟ التوبة والصدق. لذلك ندعو اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذا، لكن يكره الإكثار منها
مخافة أن يجر إلى المحرم، أي أن تجر هذه الشهوات المباحة إلى ماذا؟ إلى الحرم. كيف في شهوات مباحة؟ ها؟ ذكرنا سابقاً كلمة شهوة بحد ذاتها ما شيء حرام، مثلاً مثل ما قال أخونا محمد، شهوة الطعام، شهوة النوم، شهوة المال، بس أنت تضبط ذلك. إذا الإنسان صار عنده شهوة البطن ما بيقدر يعمل ستوب، الأصل مباح، بس لما ما بيقدر يعمل ستوب بكرة ببلش رجيم، واليوم الأحد ما في رجيم، واليوم كذا، صار كلمة رجيم الآن درجة، بس تقمين يطبق. فترى أنه هذا الإنسان تقول لي عنده شهوة بطن ليأكل، يقول له منه حرام، بس انتبه لا تسرف، لا تجاوز الحد، أحسن ما توقع بماذا؟ بالحرام. المال، أي إنسان يحتاج إلى ماله بحب يكون معه مال، بس ما يصبح الهم والفكر المال، هذا بده ينتبه له الإنسان. على الواتساب أمور مباحة بس عم بصير إدمان، تكلمنا عنها سابقا أنه الآن الإدمان على هذه الأشياء، وسائل التواصل الاجتماعي التي هي صراحة بطل التواصل، عم بيصير فيه شو؟ عدم الغيبة والنميمة داخل القصة، شو عم بيصير فيه؟ انقطاع اجتماعي، عم بيتواصل مع أناس بس بالفعل عم بينقطع مع الأقرب، مع زوجته وولاده، كل واحد حامل التليفون ما بيحكي، والزوجة يمكن أمامه بالصالون قاعدين، ولاده أمامه، بس ما في تواصل مع بعضهم البعض. عم بيجينا حالات لطيف من الطلاق وحالات من المشاكل الزوجية من وراء الهاتف، وعدم احترام الزوجين لبعضهما البعض، يعني لا الزوج يعلم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ولا الزوجة، فربما يكون في أول حياته الزوجية ويقع الطلاق أو الخلافات أو الظلم من وراء ماذا؟ عدم الاحترام، وعدم حتى بعض يبخل بالابتسامة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف مع أهل بيتك؟ الضحك شو بيصير؟ أجل أكثر تكون ضمن أدب. قال: أو يقصي القلب أو يشغل عن الطاعات، أو يؤدي إلى الاعتناء أكثر، يحوج إلى الدنيا. لك تنتبه لما أنت مثلاً تأتي تكثر من المباحات على حساب الطاعات. يعني مثلا إنسان بده يجي يعمل رياضة، عبادة ولا منه عبادة؟ هذا من الأول. إذا أنت لم تستحضر نية التقوي على طاعة الله بطل طاعة، أمر مباح، وربما كسرت ذلك تصير تلتهي عن الطاعات أخرى، فبيقسو هذا القلب. يعني مثلاً تقعد في الصبح عند الفجر تصلي مثلاً جماعة، بتروح أركن وبدك تبقى للضحى، شو بتعمل حاج محدين؟ تبقى للضحى بعدين تروح تركن، شو بتاخذون؟ أجر حج وعمرة، صلى الفجر في جماعة وبقي يذكر الله إلى وقت الضحى، تصلي ثم ماذا؟ تذهب. وكيف بيأخذ كمان عبادة بالركض؟ راح يركض. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما إذا إجا هذا الإنسان على خاص بصلي بالبيت، بروح على النادي وبلا ما صلي بالفجر بالجامع، وبلا ما أبقى إلى ماذا؟ إلى الشروق، قولي خلاص صليت، هلا ما عم فوت بالنادي شو هو؟ أغاني ونساء و يعني البعض بقول لك شيخ بغض بصر هو مختلط، كيف بغض بصر مختلط؟ والموسيقى اللي بسكر ديني، فبلا لا تنظر يمين أو شمال. كمان هذا موضوع ننبه عليه الأخوة ما يفوتوا على النوادي ماذا؟ مختلط. في صحيح مسلم
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. عن ماذا يتكلم هذا الحديث؟ نشوف هنا الضعيف. في أناس مر معنا يوم الثلاثاء بفوتوا النار لأنهم متجبرون ومتكبرون ومتسلطون وطغاة، وقرأنا الآيات الكريمة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقرأنا أيضا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإن بالمقابل الضعيف في البدن والاستضعاف في الدنيا، هذا إنسان ما كان قوي، ما قادر كان يدافع عن نفسه، في من جاء وطغى عليه وتجبر عليه، وما عندهم لا مال ولا سلطان ولا هذه القوة. طيب هذا شو بده يكون بالآخرة؟ في ظالم وفي مظلوم. الآن في الدنيا يمكن الظالم ترى فرد ما تحاسب، وخاصة إذا كان عنده قوة وعنده سلطان وعنده مال وعنده جاه، كل ذلك يدعو إلى التكبر والتجبر والطغيان. قال: إذا مات قبل أن يتوب هذا من أهل النار. قال: أما إذا كان هذا الإنسان ذا سلطان ولكن مقسط. شو يعني مقسط؟ عادل. تخيل عنده مال وعنده سلطان وعنده جاه وعنده قوة كل ذلك، بس شو عنده؟ عدل ومتصدق، يعني معه مال ما شايف حاله على الناس، إن والله أنا معي مال بشتري سيارة جديدة، بيشوف حاله. هلا كشف رنج ما بيأثر، بس مهم شو يكون قلب مع مين؟ مع الله. يجيب إنسان أحلى سيارات وأفخم بيوت بس ما تكبر على الناس، ما منع الصدقة. وأما بنعمة ربك فحدث، وما يسرف طبعا. قال لك مقسط متصدق. قال: فمن كان له سلطان على الناس فصار في سلطانه بالعدل. قال: ارتقى أدب، له فضل وله ثواب عظيم عند الله، فهذا من أهل الجنة، بخلاف الذي تجبر وتكبر وتعالى والعياذ بالله على من؟ على الناس. وهذا بده محاسبة، لأن في ناس بس يصير عنده سلطان وعنده مال يا لطيف بيطغى، بصير بده يسرق بعد، معه مصاري بس بده يسرق بعد. ما بقول الحمد لله إنه أنا معي مال وبياخذ ربما مال بالحلال، بده ياخذ بالحرام. ذكرنا لكم مرة قصة مع سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه أحد الوزراء ويسأله ويتكلم عن شؤون الرعية والعباد والبلاد، فكيف شمعة مضوية. لما انتهى الكلام عن ذلك بس بدأ يسأله عن أولاده، قالوا توقف، أطفأ هذه الشمعة وأضاء شمعة أخرى. بعد ما انتهى قالوا: يا أمير المؤمنين ما السبب؟ طفيت هاي وضويت هاي. قال له: الشمعة الأولى من بيت مال المسلمين، كنا نتكلم عن شؤون المسلمين، أما الشمعة الثانية هي من مالي لأننا نتكلم بأمور خاصة. الله أكبر. هلا سيارات الدولة لمين؟ لنساء كل نائب وزير ولأولاده ولا ما. الأمور خاصة إلا من رحم الله. طيب إذا والله الدولة خصصت لك نقول سيارة أو بنزين أو لأمور تتعلق بشؤون العباد والبلاد، مش لأمور خاصة بك. الآن بيدخل واحد بيكون أنجى عنده بيت، بيصير شو عنده؟ أراضي ويخت
وحساب في البنوك بلبنان وخارج لبنان. طيب هون يكون واحد من أهل الجنة على ذو السلطان المقصد متصدق، وإلا يا لطيف بده يكون بالنار. فالشيء بنجيك من النار إذا كان لديك السلطة أن تبقى عادلا وأن تبقى متصدقا. ثاني أمر الرحيم الرقيق القلب لتكون من أهل الجنة ما تكون من أهل النار. وهنا نتوجه خاصة بالكلام إلى من يبدأ بالالتزام. البعض يظن الالتزام أنه بدك تكون غليظ، بدك تكون جاف، بدك تدلك عابس، ممنوع تضحك، ممنوع تختلط بالناس، ممنوع تخرج، هيك بفكر الالتزام. فشو بيصير الآخر؟ يكره ماذا؟ الإسلام، ويكره الدين، ويكره من يذهب إلى المسجد. بقول لك ما بيضحك فلان للرغيف السخن، هيك بفكر إنه هيك لازم يكون، إنه خلص أنا الدنيا لا تعني لي شيئا. هلا في فرق شو معناه لا تعني، كيف انت تفسرها، كيف فسرها العلماء؟ لا تعني لك شيئا اي لا تتعلق بها، ولكن ليس معنى ذلك الا تعمرها، ان لا تعمر. لا، رب العالمين هو امرنا بذلك، ان نستعمر هذه الارض بطاعه الله سبحانه وتعالى وضمن حدود ماذا؟ الشرع. طيب كيف بده يكون هذا الانسان؟ قال عنده رحمة. الرجل الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين يقبلهما، فقال لي 10 من الولد لم أقبل أحدا منهما، فكر أن هذه هي الرجولة. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ من لا ميسي كم جول حاطه؟ الله بتقولكم بتعرف ما حافظين الحديث، من لا يرحم لا يرحم. ميسي يهودي متعصب بس لمعلوماتكم، لأن في ناس مين بعيد، في أناس بده ياخذ فلان أو فلانة قدوة ولا يعلم شيء عنه من تعصبه الديني، هذا جهل عند الناس، سواء كمان الآباء لوجه أولادهم ما بيعرف شيء عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وبيعرف عن ألعاب والله الكرة والباسكت ما منقول حرام هذه الألعاب، استبه بمين يتعلق ومن يقلد، بصير حتى بقصة شو الشعر أو حتى باللباس، هذه مصيبة كبرى اليوم. قال من لا يرحم لا يرحم، ما أصنع لك إن نزع الله من قلبك ماذا؟ الرحمة. قال الرحيم الرقيق أي القلب. قال الذي لا يخص برحمته القرابة بل يرحم المسلمين عموما. وهذه نقطة كثير مهمة، إن الرحمة اللي بدك تكون عندك مش بس طيب لأولادك أو فقط لزوجتك أو لوالديك، أيضا لجيرانك، أيضا لأصدقائك، وحتى لغير المسلمين، تشفق عليهم وترأف بهم وتدعو لهم بماذا؟ بالهداية. فالمسلم لا يكون فظا ولا غليظا. قال تعالى في سورة آل عمران ماذا قال؟ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ها طيب الرحمة كيف اجت؟ فبما أولا فبما رحمة من الله لنت له، هون القضية، وبين أنه لو كان يوجد فظاظة أو يوجد غلظة الناس بينفضوا. فبما رحمة من الله لنت لهم، من الليونة، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. العفيف المتعفف بدك تكون من أهل الجنة، وينجيك رب العزة من النار، من هذه من الأشياء التي تنجيك من النار. قال لك العفيف المتعفف، يعني بده يكون واحد اسمه عفيف، بده يكون عفيف اسم ومسمى، يعني يكون واحد اسمه عفيف منه متعفف، وفي أناس لا عفيف اسمه عفيف وهو عفيف ومتعفف. شو العفيف؟ عن ماذا بده يتعفف؟
عن ماذا؟ عن الحرام. قال لك وذو العيال، يعني هو بحاجة، يعني تخيل إنسان فقير وبحاجة وعنده أولاد وعنده مصاريف، فيأتيه الشيطان قد يقول له اسرق، قد يقول له تعلق ورقة يا نصيب لوتو بركي بتزبط يا لطيف، قد يقول لك ماذا افعل الحرام، سواء هو أو العياذ بالله يمكن أهله، في أناس والعياذ بالله ديوس ويشغل زوجته بالحرام من أجل المال، يجبرها على ذلك. طبعا لا يجوز أن تطيعه، في أناس هكذا، نعم في أناس والعياذ بالله يشغل ماذا زوجته ويأتي بأصدقائه ويأخذ منهم المال ويفعلون الحرام مع زوجته والعياذ بالله. هذا طبعا ليس برجل، هذا ذكر، مرة ذكرنا أنه في رجل وفي ذكر، ذكر يوصف بالذكورة ولكن ليس بالرجولة، ديوس يرى المنكر بل هنا يأمر بالمنكر والعياذ بالله أهله ولا يقوم بتحصينها وبتعفيفها، بدل أن يصبر ويصبر أهله ويستعف يقع ربما بالزنا ويوقع زوجته بذلك من أجل المال. قال وهو ما يحتاج إلى ما عند الناس فيتعفف عنهم. الله أكبر. وهذا دائما في امتحان شديد، يعني ربما يجد مبلغا من المال وهو بحاجة إليه، هل سوف يأخذه أم سوف يتعفف ويعلم أن الله عز وجل يراه؟ يعني مثلا ربما إنسان يشتغل فالي باركينج، فوقتك يأخذ سيارة يمكن يكون صاحب السيارة نسي جزدين أو واقع منه مصاري، صدق أنا وقتك بلاقي $100 بلاقي 100,000 فيمكن هذا الرجل أو هذا الشاب بحاجة إلى هذا المال، لا مثلا $100، قال سبحان الله 100,000 للكهرباء، 50,000 نجيب غردين للبيت أمنهم على الأرض، إجوا إذا بقى شيء بنحطهم صدقة. يا عين شو كيف فتروا ياها الشيطان، حبيبي أنت طالع بسيارة مش لك، أنت مؤتمن وجدتها بتروح تقول له والله صاحب السيارة وجدت على $100، هذه $100 يمكن هو يعطيك إياها، كن أخذتها بالحلال أو يمكن يعطيك شيء منها، يمكن لو أعطيك 10,000 بالحلال أفضل من 150,000 بالحرام، لأنه كله بالحرام وعليك الإسم وتحاسب وغزيت بالحرام، ومنك 10,000 ليرة بالحلال فلا شيء عليك بذلك. طبعا متعبون الأخوة هون كمان مؤتمن، بعد بصير بشفت بالسيارة أو بيضربها أو كذا أو ما بيتكلم، هذا محرم شرعا. قال وهذا أحد نوعي الجود، أي العفة عما في أيدي الناس لا سيما مع الحاجة، كمان عدا أنه يجد شيء أو قال لا يظهر هذا الحاجة، لا يظهرها. كيف يعني؟ يعني في إنسان بيصير بنق كتير أمام الأغنياء، يعني بيعرف حدا غني وشو بيصير بيعمل، والله في عنا أقساط الأولاد وفي فاتورة التليفون وأجار البيت وإن شاء الله الله يسر، تاني نهار كمان نفس الأسطوانة، ليه عم بيضلوا يعيد وينق بالأغلب، بارك المعلم شو بيضرب إيده على جيبته بقول له خذ كذا أو افعل كذا، أو الإنسان يتعفف ويطلب ممن؟ من الله. هلا يجي هذا الإنسان إذا له حق عند معلمه، اليوم عيد المعلم كمان، له حق عند معلمه، يجي شو بيفعل؟ والله أنت والله معلم إلى 10 سنين ما زدت لي ليرة، إلي حق بتطالب فيه، أو ضمن القانون عم بتطالب بالسلفي أو
ضمن الضوابط. أما يجي هذا الإنسان يأخذ هذا الأمر عادة ما بيتعفف، أو ينظر فيما عند الآخر، ولا طارق ليه عنده سيارة أنا ما عندي سيارة، هذا بعدين بصير عنده غيرة، بصير شو عنده، بصير عنده حسد، هذا مشكلة أيضا. ماذا قال تعالى في سورة البقرة يا حاج الدين؟ شو بيحسبون الناس؟ شو بتحسبون؟ بشوفهم بتحسبون شو؟ أغنياء؟ تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، ما بيسألوا حدا، سبحان الله، ما بيطلوا، لا يفقه، ما بينتبهوا ربما الناس على هدول. أنت ابحث عنهم وقم ماذا بإعطائهم وبمساعدتهم، لأن هذا من أهل الجنة بإذن الله، العفيف المتعفف ذو العيال. وهنا نرى من كان غنيا وقد أعطاه الله عز وجل كم يحمد رب العزة سبحانه وتعالى، قول الحمد لله. لأن في أناس بعزمهم، خاصة في ضيقة، في أناس ممكن ما معها أجار المنزل، ما معها ثمن دواء، ما معها ثمن الطعام، ما معها أقساط أو قصة المدرسة، في أناس هكذا. دائما أنت تقول ماذا؟ الحمد لله واشكر، وإن ربما ضيق عليك في الرزق أو قل الرزق قل الحمد لله، قل غيري ما بيشتغل ربما، يعني البعض مثلا كان يطلع بالشهر لنقول 5,000 دولار 10,000 دولار أرباح، سيطلع له 2,000 3,000، ما في شغل، ما في مصاري، ليش في؟ ما بكلمة الحمد لله ما قال، أقول الحمد لله، متى طلع في غيرك ما أقدر، في غيرك فلس، في غيرك طلع أولاده من المدرسة، في غيرك بطل قادر يدفع أجار راح بنام عند أهله، في غيرك بيع سيارته، ما تنظر إلى من هو أعلى منك. كيف الإنسان بده يستعف؟ هذه أمور أساسية لكي تبقى عفيفا، انظر إلى من هو أدنى منك، أما بده ينظر إلى من هو أعلى منه بالأمور الدنيوية نفسه ما تخليه يستعف، عندما يحس حاله ماذا؟ أنه هو في نقص وما معه مال. بالدين نعم، في الدين ينظر إلى من هو أعلى منه ليتشجع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وليحفز هذه النفس. قال: وقد وصف الله تعالى في كتابه أهل الجنة بالبذل، ووصفهم ماذا؟ بكف الأذى. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. شو صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، في السراء والضراء، مش وقت السراء تنفق، قال حتى في الضراء أنفق، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، في كل يوم ملكان ينزلان، اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، كل ذلك يؤدي إلى دخولك الجنة. أما من يبخل ويمنع الزكاة ويمنع المال ويمنع حق الفقراء يكون بالنار والعياذ بالله. والكاظمين الغيظ والعافي عن مين؟ كاظم الغيظ، معك حق سامحت، مش هيك قال لك؟ والعافين عن الناس، ظمت ما انتقمت ما تلفظت بأي شيء، قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله ما شاء فعل، ظمت هذا الغيظ، مش بشيل البوكس وخبطه، طرق تصفيرة عيط للشباب عملوه كفتة، قالوا تاني مرة ضع ورقة النعمة، طب كان الحق معك صار الحق عليك، يمكن هو يتكلم كلمة غلط أو بس أنت اعتديت عليه أكثر،
بطل معك، راح أجرك وراح ثوابك لربما صار عليك معصية. والله يحب المحسنين. الله أكبر. والله يحب من؟ المحسنين. قال فهذا حال هؤلاء في معاملتهم للخلق. قال ثم وصف تعالى قيامهم بحق الحق، يعني بحق الله، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من المعصومين؟ قالك إذا أخطأوا مباشرة شو بيعملوا؟ بيذكروا رب العالمين، بيستغفروا رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يغفر الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى. سننتبه، لا يكفي هذا الإنسان يقول خلاص أنا بتوب وهلأ بصلي قيام ليل وبيبكي وبيرجع شو بيعمل؟ بيفعل المعصية. يعني بيجي مثلا بيصلي قيام ليل وكذا والفجر حاضر، و بيجي بروح بالنهار بكذب، بيجي بصافح النساء، بيجي يقع في الربا، يقع في الزنا، يشرب. لا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا، ما بده يكون في إصرار على المعصية. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. ماذا لهم؟ المغفرة وجنات تجري منين؟ شو بيجي تحتها؟ تجري من تحتها الأنهار. في وقف قبيح البعض بيوقفوا بيقولك وجنات تجري وبيسكت، شو بيصير المعنى؟ أن الجنة هي عم تمشي. هذا يسمى عند العلماء وقف قبيح، لأنه يغير المعنى. إلا لهم إنسان قطع نفسه فهذا وقف اضطراري بكون. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شو ختمت الآية؟ ونعم أجر العاملين. ها، بدها عمل. أنت لتدخل الجنة ولكي تجار من النار لابد ماذا؟ من العمل. وهذا العمل أن يكون خالصاً لله. وحتى مر ذكرنا في العمل الدنيوي أن تراقب نفسك أن تكون مخلصاً في هذا العمل. وهلا اليوم يوم المعلم، الإنسان المعلم أو الأستاذ، يعني هون أيضاً كلمة، لابد أن يكون مخلصاً في تعليمه، لأن بعض الأساتذة ربما يأتي ولا يعطي المطلوب. يعني ربما الدرس ما محضره، الدرس للطلاب ما محضره، بيجي بضيع وقت لحتى يغطي هذا الخلل، بهرب لنا الأسئلة لنجح الطلاب. هذا كله غش بغش، ما بيجوز. لابد الأستاذ المعلم أن يحترم هذا التعليم وهذه الوظيفة، وأن يكون مخلصاً وأن يكون أميناً. ومن الأمانة أن يعامل الطلاب كأبنائه. أنت ابنك ما بدك لعب يعلمه يوصل له المعلومة صح؟ ما بدك أن يكون رحيماً ورؤوفاً به؟ وأيضاً هو قدوة، يعني بده ينتبه هذا الأستاذ حتى على المظهر وحتى على اللباس. لبعض المعلمات أو بعض الأساتذة منه قدوة. يعني إذا معلمة عم تجي بتنورة قصيرة، شو عم بتعلم الطالبات؟ بدهم يقلدوها باللباس. تخيل مرة قصة جاءتني إلى دار الفتوى، شاب البكتو بده يتزوج معلمته، حب معلمته بدها تتطلق لتتزوجه لهذا الشاب، علاقة حب صارت. طب أي تعليم هنا؟ وأي أمانة وأي قدوة في هذا الأمر؟ شايك الأهل بدهم ينتبهوا على أولادهم، ومع الأصدقاء كمان رفقاتهم. وين ابنك؟ عنده عيد ميلاد عند رفيقته. شيخ بعده صغير 14 سنة، وين صغير 14 سنة؟ بيعرف أكثر منك. هون الخطأ ببلش. أي ساعة أجي على البيت؟ الساعة 12. بس أنا أروح جيبه. طيب البعض بيقول لك هذا المودرن، هذا التطور، هذا الحداثة، ها
هذا الضلال، هذا ضلال. أنت ابنك عم تتركه أو بنتك باسم عيد ميلاد وباسم عاملين والله مناسبة أو عاملين احتفال أو عاملين ما بعرف شو، أو وين رايح؟ في درس، في قيام ليل. صدقاً في وقت اتصلت فيه قالت لي في رفيقتي كانت معها، تظهر معها تروح على المسجد، تروح على قيام الليل، تروح على درس، فتعرفت على واحد. صرت بتقول لأهل أنا رايحة مع رفيقتي على الدرس وعلى قيام الليل، وتروح هي تظهر مع هذا الشاب. قصة حقيقية هذه من فترة، أخت عم تسألني قالت لي ومحجبة. أكيد هون مش مشكلة بالحجاب، مش عم نأكد، مشكلة بمن لا يطبق تعاليم الإسلام ولا يطبق تعاليم الحجاب. فقالت لي شو بدي أعمل؟ إنه أهلها بيسألوني هون إنه بكون كذبت. لا أنت هون بتبين الحق ولا عم تغطي عليها. وهون ليل ونقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تخيل من قيام ليل ودرس صارت شو؟ عم تظهر مع واحد. فما حدا يجي يقول والله أنا خلص صلت على الجنة، عم صوم وعم صلي وعم قوم الليل وعم استغفر إنه خلص بطل في فتنة. لا، الفتنة موجودة، خاصة في زمن كثر فيه ماذا؟ الفساد. بده ينتبه الإنسان على نفسه وعلى ماذا؟ وعلى أولاده. وبالنسبة للطلاب يا صبرا بدك تحترم الأستاذ. في بعض الطلاب بيخلي الأستاذ بيعمل شو؟ لعوبة، وبيعمل هو كراكوز هذا الطالب بالصف، يضحك رفقاته وكذا، بيجي بحط له علكة للأستاذ، بيجي بيقعد بيطلع علكة أو طبشور. الله ممكن بطل في طبشور، بيلول له أو هذا أذى لا يجوز. وين المصيبة؟ لما يروح على البيت بابا شوف شو عملت بالأستاذ، بيضحك له برافو بابا، تاني مرة تقله العيال شو يعني شو منها تربية. وإذا النبولة التلميذ بروح الأب بخانق المدرسة، عم يدفع لكم مصاري ليلة تعيطوا عليه للولد، هي بيطلع الولد بلا تربية وبلا أخلاق وبلا علم حتى ربما، لا عم يسقط. طب ما انت تاركه، وين العلم؟ وين التعليم؟ وين هذه الأمانة؟ وين هذه التربية؟ لا مش فقط بالمدرسة الأستاذ بده يعلم، كمان مين؟ الأهل لهم الدور الأول في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أي علم، سواء العلم الشرعي أولا أو حتى باقي العلوم التي نحن بحاجة إليها كمسلمين. وذكرنا سابقا كل العلوم الآن، سواء ما يتعلق بالفيزياء أو الكيمياء أو أي علم، ومن الفروض الكفاية على المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.